هادي سارة باقة صغيرة ويلا بدأت الخدمة في واحد الشركة اللي تعجبني في سارة هو عندها بزاف ديال الأحلام اللي باغية تحققهم. وباش توصل هادشي كامل دارت حساب التوفير عند شركة التأمين ديالها. سارة كتقوم بالتحويلات مرة ولا بشكل منتظم باش تعمر الحساب ديالها. وحيت سارة واقفة على شغلها كتراقب بشكل مستمر فين وصلت في التوفير ديالها. ولكن بعض المرات كتفاجئ ملي كتلقى بلي التحويلات اللي دارت ما وصلوش لحساب التوفير ديالها. وباش تحل هاد المشكلة خاصها ديما تتصل باش تراقب الوضعية ديالها. عند أكسا بالإضافة لمجموعة كبيرة من حلول التوفير كنسهروا كذلك على تحسين جودة الخدمات وعلى تطوير منتوجاتنا باش نمكنكم من التوفير وبالكم هاني. لهذا قمنا بتطوير خدمات جديدة رقمية مبتكرة وسريعة باش نتعرفوا بسهولة على تحويلات زبناء ديالنا ونقوموا باحتساب وتحديد سريع لمبالغ توفير ديالهم. على كل عملية تحويل درتو يمكن لكم تعلنوا عليها في الحين عبر تطبيق ماي أكسا وترافقوها بالوثيقة لتثبيت التحويل ديالكم. مصلحة خدمات التوفير تتكلف بطلبات ديالكم في ظرف وجيز، وضعنا كذلك رهن إشارة الوسطاء ديالنا منصة جديدة مخصصة للإعلان على تحويلات زبناء ديالهم في حالة طلب ويقدروا يتبعوا كذلك مراحل ديالهم. بإمكان الشركات المنخرطة معنا تستفد كذلك من هذه المنصة لصالح المستخدمين ديالها. زيادة على ذلك تمكنكم تطبيق ماي أكسا باش تشوفوا في أي وقت آخر تحديث لمبلغ توفير ديالكم وتقوموا بتحميل بيان توفير ديالكم، حيث كتير من زبناء ديالنا باغيين يوفروا بحال سارة لمشاريع المستقبل ديالهم. أكسا كتقترح حلول توفير سهلة وكتلتزم بجنبكم على تطوير أكثر لجودة الخدمات ديالها باش يبقى بالهم ديما هاني. إيش كتسنوا مازال؟ إلا بغيتوا تعرفوا معلومات أكثر وتستخدموا الخدمات اللي ذكرناها وامتيازات أخرى ما عليكم غير تصلوا بمستشار أكسا ديالكم.